أبو تركي، أنا أضيف الكلام أبو نايف، المحاضر أبو نايف مو محلل ما شاء الله تبارك الله، كلام منطقي. لما يقول أنك تبي تجاري تشيلسي فعلا مو 100 150%، لكن أضف إلى ذلك أنا أتمنى، وهذه بكرة إن شاء الله المدرب يخيب ظن الكثير، قال لي أنه يعني حس اللعيبة بأنه كل كرة القدم وارد أنه تشيلسي مثلا يسجل هدف، في خطباء كيف أنا أتعامل مع الفريق ما أنهار، هذا شيء طبيعي مع هالتوقعات مع هالطموحات، هدف مبكر لا قدر الله ربما يجعل اللاعب تحذر، فلذلك لازم يحضر اللاعب فنيا وتكتيكيا لأي ظرف من ظروف المباراة. أيضا الحضور الذهني أعيد وأكرر زي ما قال أبو نايف، لابد يكون لاعب حاضر، أنت الآن في مسرح عالمي لابد مع الجهد اللي بتبذل لابد تكون مركز، أي غلطة أنك تلعب مع فريق متمرس، فريق يعرف يستفيد من أقل الأخطاء، أنت ما تلعب في الدوري المحلي ولا تلعب مع فريق جاي يحترم محترمك اولا، والمدرب اللي موجود جالس يتكلم كلام انه والله انا قاعد اقرا الفريق واعرف ان عنده عناصر، لذلك انت احترم احترام الناس لك وفي نفس الوقت ابذل مجهود. واعيد واكرر على الهلاليين تحضيرا فنيا لاي حادث يصير او حادث فني في بدايه المباراه، انه انا اخشى على الهلاليين من كثره الطموح والتوقعات من الانهيار. متوازنين، جاء هدف لا قدر الله، سجل هلال هدف كيف تحافظ عليه، كل هالامور يحتاجها هلال، التفاصيل الصغيره الفنيه هذه مهمه المدرب 50% واللاعبين وهم اهل للثقه داخل الملعب.